ويذكرنا سم الثعابين بالمثل الذي يقول طباخ السم بيدوقه. وضيفنا هنا هو طباخ الوالدة باشا شخصيا. طب انت اشتغلت عند الوالدة باشا ايه؟ مساعد طباخ. كان في السرايا بقى، كانت فين السرايا دي؟ سرايا في قصر النيل. كانت سرايا في قصر النيل. كان في طباخ ومساعد طباخ. كم طباخ؟ يجي 8. 8 طباخين. وكم مساعد؟ يجي 8 مساعدين. سرايا بقى فيها كلها. كم مرمطون؟ ما هم 8 مساعدين، 8 ما هم دول هم المرمطونات. وفي مثلا لبيس، في ما اعرفش لبيس ده ايه بقى عندها، هي لبيس بتاعتها، هي اللبيسه بتاعتها. واللونجية دي ايه يا عم؟ لا اللونجية دي ما كانش في عهدها. مش كان في حاجة اسمها لونجية ده؟ مش في عهدها ده. هي بتعمل ايه اللونجية دي؟ اللونجية دي واحدة ست بتونس الست الكبيرة، حاجة زي كده يعني، ونيسة يعني، عملت ونيسة يعني. تحكي حكايات. تحكي حكايات. اسمها يعني نقول عليها احنا الرغاية. كلها حدودة، كلها حاجة ضيع بالوقتها. ايوه بكل ما دام. طب اشتغلت بقى عند الوالده باشا، وبعد كده رحت شبرد القديم هو في مجال الاوبرا. مين علمك بقى؟ واحد اسمه، واحد فرنساوي اسمه جلسان. جلسان. ايوه. وده بقى اتعلمته يعني. قعدت لغايه كام سنه بقى مع جلسان؟ عندهم يجي 3 سنين في شبرد. في شبرد. وبعدين بعد شبرد رحت اشتغلت في سان ستيفن. سان ستيفن اسكندريه. كنت بقيت اسطى بقى. قصه كبير. بقى قصه مش كبير يعني. كان في شيف برضه اللي كده كنت بقصه. ايه اسكندريه دي القرده بتاع اسكندريه كانت بتاعت واحد اسمه مزجر يهودي. ايه اللي هو صاحب سيسي اللي عارفاه. قدام صاحب سيسي. عارفه سيسي سعد باشا. هو ده كان مأجر القرده دي في الوقت. اشتغلت فيها رحنا حوالي سيزون. يعني صيف. سيزون. بتتكلم فرنساوي يا عم حسن. صيف. وبعد كده اشتغلت عند علي باشا ماهر. علي باشا ماهر. كنت تعرفيه؟ طبعا. علي باشا ماهر دخلت عنده حوالي 20 سنة. 20 سنة. طب ما اشتغلت علي عند علي باشا ماهر الاول، كان علي باشا بيشتغل ايه؟ علي باشا كان رئيس الديوان الملكي. طول عمره رئيس الديوان الملكي؟ لا. انا بقول من الاول كان ايه وبعدين بقى؟ الاول هو كان راجل يعني عضو، كان زي ما تقول ان هو كان اولا كان وزير معارف. وبعد كده احمد اخوه افتكر جه استلم، وبعد كده هو خش ببرلمان كان عضو فيه، وبعد كده جابوه ودوه في اسمه ده اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام رئيس الديوان الملكي. وبعد رئيس الديوان الملكي تعين رئيس مجلس الوزراء. هو اللي عين فاروق. تعيين فاروق هو ده اللي عينه. هو اللي عينه يعني هو كان موجود في نفس التعيين. طب ايه رايك في علي باشا ماهر؟ راجل كويس خالص. اتعلمت منه حاجه يا عم حسن؟ طب ادب. الادب. ادب. يا سلام. ادب.